محبش اتهز، واذا اتضايقت من حاجه اكتب في نفسي عشان ما اخوفش اللي حواليا. لكن انا الارهاب تصميم، ما فيش حاجه اسمها مش ممكن، كل حاجه ممكن، وعندي اصرار لازم انفذ اللي انا شايفه في صالح. طبعا اصل الانسحاب يعني اللي يقول لك انسحب لازم يفتكر اللي جراله 67. 67 الانسحاب، خدوا امر الانسحاب من سينا كله، جري روح بلده. بينما قوات مسلحه من البلاد، الاسلحه اتسابت، اتخذت غنايم. فلذلك لما تيجي تعمل قرار زي قرار الانسحاب ده لازم تبقى دارس الموضوع كويس جدا. لا فيه عجله ولا تقدر تعمل اي حاجه غلط، ما تستحملش. لذلك لما جت الثغره انا رايي، انا قلتها الله يرحمه الشيخ احمد اسماعيل، لا يمكن الانسحاب ده اخطر حاجه، هتبقى اخطر من اللي حصل لنا 67. يعني احنا عندنا معدات كتيره والقناه المليانه اسلحه، ذخائر صواريخ وكله دبابات، كل واحد يسيب بابه ويجري، كل واحد يسيب موقع صواريخ مبنيه، موقع صواريخ محصنه، مين اللي هيشيل الموقع اللي هد ولا يشيل كتيبه الصواريخ؟ مش ممكن. قادر تماما على اخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لصالح الشعب.